تقريبا بكل ألبوماتي الغنية المصرية موجودة، بس بعض الأحيان يمكن التصوير إذا ما تصورت الأغنية ما عم توصل بالشكل يعني، أو ما عم بيكون في انتشار أكبر لإلها، ولكن الأغنية المصرية موجودة دائما بألبوماتي، وأنا سبق وغنيت وصورت أغنيات عديدة باللهجة المصرية. هلأ خلينا بالأغنية اللي نحن فيها اليوم. اليوم عم نصور أغنية العين عليه، أغنية كتير حلوة، كتير جديدة بالنسبة حتى لإلي كنمط غنائي أو كلون غنائي. وبتعرفوني أنا دائما بجرب أنه أعمل نقلات مثل ما عملت بالزمان بحبك وبغار، ومثل ما عملت من الفولكلور لواني مارك مريت لمالي صبر يا ناس لعزبوني، الأغاني اللي كتير نوعت الهوى طاير طاير، يعني اللي بيسمعوا الأغاني بشوف قديه في اختلاف بالأنماط الغنائية. بهذه الأغنية في نقلة جديدة، إن شاء الله بتحبوها وأكيد حتحبوها. الكلمات لخالد فرناس، الألحان لياسر نور، التوزيع لمحمد عباس، الانتاج للايف ستايل ستوديوز، يعطيهم الف عافيه على هالانتاج الرائع والدعم الكبير للكليب. المخرجه رودينا حطوم يعطيها الف عافيه على المجهود الكبير، لها اكثر من شهر عم تحضر بمصر لللوكيشن اللي عم نصور فيها. صورنا بالفيوم، نهار كان نهار وليل، كان متعب، ولكن متعب بقدر ما هو متعب قد ما هو كان يعني في مستمتعين، كنا يعني تعب مستمتعين فيه، لأنه أخذنا مشاهد بأماكن رائعة، أماكن مشاهد خلابة. الفيوم حلوة، بأهلها، بناسها، استقبالهم، محبتهم، وبالإضافة للأماكن اللي موجودة بالفيوم كانت نهار وليل كتير حلوين وبسطنا فيهم. اليوم نحن هون بالقاهرة بهالمكان التاريخي اللي بيرمز لأشياء كتيرة عن تاريخ مصر. إن شاء الله أنه الله يقدرنا نقدم شيء يكون بالمستوى اللي بينتظرون الناس منا. لكن حسب مصر وين وشو جاي أعمل، يعني في مصر فيها أماكن كتيرة بحبها، يعني من شرم الشيخ لإسكندرية فلفتها أكيد، وفي أماكن كتير بحبها. أحلى حاجة في مصر هو يعني ملقى الشعب المصري، المحبة الكبيرة، كلمة كل سنة وانت طيب اللي دايما بيضل على لسانهم، ربنا يديك الصحة، دي أحلى كلمة بسمعها لما بكون بمصر من 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 الناس، يعني لما بقابلهم ربنا يديك الصحة، بلاقيها أحلى دعوة ممكن حدا يقول لي إياها. أنا سبق وكان في بعض الأغاني إنتاجي، هلأ في أغنية إنتاجي هيدي هدية مني للشعب المصري، إن شاء الله قريباً بينزل كليب صورناها مع عادل سرحان. الحلو الحلو في مصر، كلمات غانم جات شعلان، ألحانة توزيع توني سابا، وإخراج الكليب لعادل سرحان. صورناها أوريدي، صورناها بس حنحدد اليومين الجايين أيمتى حنعرضها، إن كان بمصر أو على مواقع التواصل الاجتماعي. دائماً كل ما يتحقق حلم نلاقي حالنا بعدنا عم نفكر بأحلام تانية، ولكن أنا الأحلام ما كتير بحكي عنها لأنه تبطل حلم، إذا حكيت عن الحلم ببطل حلم، فخلي الأشياء الحلوة اللي بحلم فيها فكر فيها لحالي.